نبدأ بك آدم. قصيدة للأصمعي وهي من أصعب القصائد في العالم. يقول في يقول فيها: صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل، الماء والزهر مع زهر لحظ المقل، وأنت يا سيد لي وسيدي ومولي، فكم تيمني عزيل عقيقلي، قطفته من وجنة من لثم ورد الخجل، فقال لا 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 وقد غدا مهرولي، والخوذ مال طربا من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت ولي ولي يا ويللي، فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي، قالت له حين كذا انهض وجد بالنقل، وفتية سقونني قهوة كالعسل لي، شممتها بآنافي أزكى من القرنفل، في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي، والعود دندن دنلي والطبل طب طب طبلي طب 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 طبلي، والسقف سقسقلي والرقص قد طابلي، شوى شوى وشاهش على ورق سفرجلي، ولو تراني راكبا على حمار أهزلي، يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي، والناس ترجم جملي في السوق بالقلقللي، والكل كعكعا كعكعي من خلفي ومن حوللي، لكن مشيت هاربا من خشية العقنقلي إلى لقاء ملي معظم مبجلي، يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدملي، أنا الأجيب الألمعي من حي أرض الموصلي، نظمت أبياتا قد زخرفت يعجز عنها الأدب لي، أقول في مطلعها صوت صفير البلبل.